انما يطلع الدفاع قبل محمد رجب اللي جاي من المناطق الدفاعيه، راجع تاني هو محمد رجب ليادي يلعبها على جنب، سلم واستلم كويس قوي مع محمد مصطفى ميدو، عرضيه خطيره ممكن الثالث، خطيره، جول 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 بثلاث نقلات سموحه يسجل الجول الثالث. يا سلام على الجمال، يا سلام على المرتده، هنشوف حكايه الهدف من اوله. حلوه اللي فاتت دي من حسام حسن، ولكن تمريره ليادي والانطلاقه اللي اتعملت، الراجل اهوت على طول بيكافي احمد سامي بعد نزوله بقد ايه، 4 دقائق، وهو اللي يعمل الاسيست وصناعه الهدف لحسام حسن عشان يوصل لخمس تجوان في قائمه الهدافين الموسم الحالي حسام حسن. بص بدايه الهجمه، ادي الهجمه، هجمه مرتده نموذجيه، ايه الجمال ده؟ كناري استلم منه وهو اللي لعب لليادي بعرضيه على طول لحسام حسن، واستحاله من الفوضى الدفاعيه ورقابه لعيبه البلديه للعيبه سموحه. 3-0، نتيجه كبيره، نتيجة كبيرة في ايه؟ في اقل من 50 دقيقة. ادي العرضية الجميلة اللي عملها ابو بكر اليادي، انما اول لمسة ليه من وسط الملعب، وسرعة